نرجع مره اخرى للمهندس عدلي والاستاذ ابراهيم. انا عارف ان احنا مسهرينكم، وانا عارف ان انتوا عايزين تناموا، وانا عارف ان انتوا تعبانين واليوم طويل وكل حاجه، ولكن جمهور النادي الاهلي كله ينتظر دائما المهندس عدلي والاستاذ ابراهيم. في اولا طمنونا على احوال الفريق ده اولا، ثانيا مباراتين في غايه الاهميه سواء اوكلاند سيتي او مباراه الفوز النهارده في مباراه سياتل يا باشمهندس عدلي يا استاذ ابراهيم، ثم بعد كده بقى تكلمونا عن الدور قبل النهائي ومباراة بطل القرن في أوروبا ضد بطل القرن في أفريقيا. طيب أنا هسمح كالعادة كده للأستاذ إبراهيم إنه يبدأ وأنا هعقب. طيب أنا هبدأ والنبي يا كابتن إسلام، بعد ما ببس عليكم على الكابتن هاني والدكتور أحمد وكريم. انت اشرت لنقطه مهمه، انا كمان عايز اسال فيها المهندس عدلي، جاب الثقه دي منين عشان يعمل العمليه الانتحاريه دي؟ ما انا مش عارف بصراحة. انه يروح مباراه مش عارف، ما انا انا عايز اعرف. انا لقيته بقول لك ايه يا استاذ ابراهيم، انا لقيته طنش تسكت. طب نساله هو شخصيا يا كابتن. بقول له وانت ناوي تروح الماتش؟ فبصلي قال لي قلت له بجد يعني؟ قال لي طب ما اقول لنا السر، عايز اعرف هو جاب الثقه دي منين يعني. والله السر هو المسؤولية يا كابتن إسلام، مش معقولة إن أنا بطالع كمسؤول وما يعني ما أروحش الملعب وأشوف الدنيا على أرض الواقع. وخلي بالك إنك إحنا يعني دلوقتي تجربتنا كشركة، أنا رايح يعني كرئيس مجلس إدارة شركة الكورة، يعني كان ينبغي إن أنا ألتقي بقى بالقيادات بتاعه الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي طبعا، ونتبادل الخبرات والاحاديث فلا في شغل كتير كان يستوجب ان انا لازم اروح الملعب. انا رحت الماتش ده والماتش اللي قبليه، وحاجه غريبه جدا لما تكون مسؤول ورايح تتفرج، والله الدنيا بتهون وبتمشي وبتعدي وبتبقى زي الفل. طيب عايز اعرف كمان وهو موجود في المقصوره الرئيسيه ايه اللي حصل بينه وبين وفد سياتل ساوندرز الامريكي؟ انت اعتقد كلمتهم بعد المباراه. هم عملوا حاجه لطيفه جدا. استنوا وهم واقفين في المقصوره بتاعه يعني الفي في اي بي لما فرقتهم خارجه، وقعدوا يسقفوا لهم واحد واحد لحد ما دخلوا اوضه اللبس. الموقف ده لفت نظري يعني ازاي هم كانوا مقدرين جدا ان الاداء المشرف للفرقه بتاعتهم في اول مشاركه ليها في كاس العالم للانديه، وهم حتى طريقه تشجيعهم طول الماتش كانوا بيشجعوا بهدوء وسعاده. يعني حتى تعرف الماتش مشي على كذا وتيره، ابتدينا احنا سيطره هم مضطربين جدا، وشويه شويه في نهايه الشوط الاولاني اخر ثلث ساعه سيطروا بشكل هائل على الشوط الاولاني وحتى نهايته. ولكن في الشوط الثاني الاهلي استعاد زمام، ويعني وكانها كانت خطه من كولر يعني ازاي يستدرجهم ويخليهم يبذلوا الجهد المضاعف في الشوط الاولاني ويعمل تغييراته ويقدر يستحوذ على الشوط الثاني. لكن هم حتى في الشوط الاولاني يمكن هي فرصه وحيده اللي قلشت من لعيب من على حرف ال 18 كده وراحت بغرابه بعيد عن الجون جدا، لكن سبع ثمان ضربات ركنيه، لا كان في ضغط في جامد جدا. استنيتهم بقى وهم خلصوا تسقيف فوقفت اسقف معاهم، عجبني جدا، عجبني هذا المفهوم الرياضي الراقي. وبعدين قلت لهم انتوا الحقيقه يعني اديتوا اداء محترم وكنتوا فريق متعب جدا، واحنا يعني صدرتوا لنا وقت صعب. فقالوا لي انتوا الاهلي هو اللي فريق قوي وفريق قوي جدا وفريق محترم، واحنا كنا عارفين ان احنا هنواجه فريق منظم جدا. الماتش كان عاجبهم وما زعلوش من اداء فرقتهم، بالعكس كانوا مبسوطين. ودي الروح الرياضيه الحقيقه بتاعت كره القدم. وده باكد عليك يا باشمهندس التويته، يعني النادي طلع تويته بتهنئ النادي الاهلي
بشكل كبير جدا، وبتقول احنا كان لينا الشرف، يعني بالترجمه كان لينا الشرف ان احنا نلعب اول مباراه لينا في كاس العالم للانديه امام النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل القرن الافريقي. وبالتالي زي ما انت بتقول يا باشمهندس، الناس عارفه قيمه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. هنا بقى عايز اتوقف لحظه قدام المعنى ده، لان المعنى ده اترجم من خلال الحضور الجماهيري الضخم اللي معظمه كان بيشجع النادي الاهلي من اول ماتش وحتى هذه المباراه، رغم ان النهارده الوداد كان بيلعب والهلال كان بيلعب، لكن الحضور كان كبير جدا، وكان يعني بيشجع النادي الاهلي بشكل واضح، وده دليل على ان النادي الاهلي اصبح بيحظى باحترام ومكانه لافته. يعني هو ما بقاش ضيف شرف في البطولات دي، بالعكس بيروح وهو احد المرشحين، بيروح وهو عامل حاله جماهيريه جميله، فاحنا كنا مبسوطين وحاسين بشيء من الفخر والسعاده، لان ده لا يليق الحقيقه بسفير الكره المصريه وبالكره المصريه ومكانتها. يعني